صباح الخير يا جمانة، ويمكن ربما العالم كله حتى الآن ربما يكون مشغول أو بمعنى أصح مهموم بحاجة واحدة بس، وهي أزمة التضخم أو ارتفاع الأسعار بشكل ربما يتجاوز قدرة اقتصاديات كافة الدول على أنها تعرف تتعامل معاه بشكل صحيح. علشان كده شفنا امبارح صدور قرار من البنك الفيدرالي الأمريكي اللي هو البنك المركزي في الولايات المتحدة برفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية أو 50 نقطة أساس، ويعني ده ربما يبقى الإيه اللفظ الاحترافي اللي بيطلقوا عليه خبراء الاقتصاد. صحيح مصطفى، هي أن دي مش أول مرة الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفايدة، دي المرة الثانية. أول مرة كانت في شهر مارس اللي فات، رفع فيه سعر الفايدة لربع في المية عشان توصل لنص في المية. مع الارتفاع بتاع امبارح يبقى كده سعر الفايدة وصل لواحد في المية، ودي أعلى نسبة أو أعلى نسبة للفايدة من سنة 2000. ده نتاج ايه؟ نتاج طبعا نسبة التضخم اللي وصلت ل 8.5% مصطفى. صحيح، زي ما قلت يمكن هي اكبر زيادة من 22 سنة من عام 2000 تحديدا، وتعتبر برضو اكبر موجة تضخم ربما في العالم كله. الحقيقة ان الاجراء ده ما كانش مفاجأة، بالعكس كل المؤشرات وكل الناس كانت عارفة ان ده هيحصل، لان ده الاجراء اللي بتعمله كافة البنوك المركزية في العالم علشان تواجه ارتفاع الاسعار. هي معادلة اقتصادية بتقول لما يكون في تضخم يبقى طبيعي لازم ترفع فيه سعر الفايدة، وخاصة أيضا أن التضخم اللي حاصل دلوقتي في الولايات المتحدة هو الأكبر منذ نحو 40 سنة قبلة. صحيح مصطفى. طب خلينا في البداية كده سريعا وبمنتهى البساطة نقول حضراتكم يعني إيه تضخم. التضخم هو ارتفاع السلع أو أسعار السلع أو الخدمات، ده بيكون نتيجة للتوسع في العرض أو الطلب أو زيادة التكاليف. ده يعني سريعا جدا وببساطة جدا ده تعريف التضخم. هي أنه أهم اقتصادات العالم بتواجه أزمة حقيقية. بريطانيا على سبيل المثال عندها نفس المشكلة، معدل تضخم الأعلى في بريطانيا من 30 ثانية. طب ألمانيا، ألمانيا معروف أنها من أقوى اقتصادات العالم، لكن البيانات الرسمية بتقول أن التضخم في ألمانيا بلغ أعلى مستوى لي من 1981، ده بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز والبتروكيماويات واللي بسببه ارتفعت الأسعار في معظم القطاعات. التضخم بيحصل لأسباب كتيرة أو نتيجة أسباب كتيرة جدا، منها الحروب. صحيح. فإحنا نقدر بمنتهى البساطة نقول إن هذا التضخم هو تضخم مستورد بالنسبة لنا. صحيح، يعني هو حتى الفيدرالي الأمريكي قال إن سبب التضخم وعلق عليه من مارس الماضي، قال إن هو بسببين، بسبب الأزمة الأوكرانية وبسبب الإغلاق اللي حصل في الصين. طيب ده هياخدنا لسؤال مهم جدا، إحنا هنا في مصر عملنا إيه علشان نواجه هذه الأزمة؟ ما هو يعني دي أزمة عالمية، إحنا في مصر هنعمل إيه وإحنا بالتأكيد جزء من هذا العالم وبالتأكيد هنتأثر بيه في الداخل؟ الحقيقة أن الدولة المصرية كان عندها إجراءات سريعة جدا للتعامل مع هذه الأزمة. سيادة الرئيس أصدر حزمة قرارات حمائية بقيمة 130 مليار جنيه اللي كان فيها زيادة رواتب وعلاوات وكمان أيضا معاشات. الزيادات دي اتصرفت شهر إبريل اللي فات، ده غير أن البنوك الوطنية ربما كلنا نتذكر جدا أن هي عملت شهادات بفائدة 18% علشان تحافظ على أموال المواطنين وتحافظ أيضا على القيمة السوقية لهذه الأموال. مش بس كده، كمان الحقيقة الحكومة شكلت لجنة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وبتتابع بشكل يومي العمل على توافر مختلف السلع في الأسواق، أيضا كمان الأسعار تكون مناسبة في عدد كبير جدا من المنافذ التابعة للوزارات والجهات الحكومية اللي موجودة في كل المحافظات. دي كلها إجراءات هدفها التخفيف بشكل كبير جدا من أي تداعيات تخص أزمة التضخم العالمية على المواطن المصري. هنتابع كل هذه التفاصيل، هنفهم ماذا يعني قرار الفيدرالي الأمريكي وانعكاساته كمان على الاقتصاد إن كان العالمي أو حتى علينا هنا في مصر خلال الحلقة. بنصبح على حضراتكم، صباح الخير والسعادة عليكم، وصباح الخير لمصر.